أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم قول تبارك الله؟ في القرآن تبارك الله رب أحسن الخالقين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك. نعم، لكن ما يقال للمخلوق تبارك، ما يقال هذا اللفظ إلا لله، ما يقال المخلوق تبارك علينا تبارك، هذا خاص بالله عز وجل. نعم.